هنا شعواء صهيونية ويمينية أوروبية متطرفة وصفوها بداية بمونديال العار، هكذا وصفته الصحف الصهيونية، وجرت حملات مقاطعة كبيرة لهذا المونديال حتى جاء الرد الناعم بطبيعة الحال رد إعلامي. وهنا نسأل ونستفسر عن مدى قدرة الصورة استطاعت وقدرة العرب والمسلمين في عكس الهجوم والتحويل واستحضار القضية الفلسطينية كقضية أولى، شيء الذي دفع أعتقد صحيفة إسرائيل برازيلية، نعم صحيفة برازيلية، شوفوا الواحد قالت إنه في المونديال قطر لا يوجد 32 فريق بل 33 فريق، كان هناك فريق حاضر ولكنه غائب، ولكنه حاضر بامتياز هو العلم الفلسطيني. أستاذ علاء، كيف تابعتم حملة مقاطعة المونديال ورد الهجوم المعاكس من قبل من رفع العلم الفلسطيني على طول المونديال في الحقيقة؟ بالفعل يمكن في هذه النقطة يمكن الحديث عن عدة أمور مهمة، خاصة أنه بالفعل قطر تعرضت إلى حملة شعواء دعنا نصفها من أكثر من طرف، وهذا كان واضحا خاصة الطرف الأوروبي وبالأخص في ألمانيا وفي أعظم المباريات التي أقيمت في ألمانيا، وكانت هناك عشرات الآلاف من الجمهور الألماني ينادي بمقاطعة مونديال قطر. هذا من يعني هذا من جانب. من جانب آخر هناك كانت الحملات المقاطعة، أنا أعتقد أنها لم تكن هناك حملات مقاطعة لو لم تكن هنا قطر دولة عربية أو دولة إسلامية، وبالتالي لو كانت قطر بحاضرها وما تفعله الآن في مونديال 2022 هي لم تكن عربية، لما كانت هناك أصلا حملات ضدها وضد صحة استضافتها للمونديال بقرار من الفيفا قبل أكثر من 11 عام. نعم. بالتالي هناك هذه قرارات أو حملات كانت ضد قطر، لكن للأسف دعنا نقول أن هذه الأهم في هذا الأمر أن هذه الحملات بكل تأكيد أنها فشلت في التخطيط وفشلت في التنفيذ وفشلت في صرف أنظار الجماهير حتى الجماهير الأوروبية، وهذا يعني سنتحدث عنه في هذه المقابلة، خاصة أن قبل انطلاق المونديال قطر لم تعطي بالا لهذه الحملات ولم تتحدث وتركت المجال مفتوح للاتحاد الدولي لكرة القدم. نعم. وجياني إنفانتينو بنفسه خرج بمؤتمرين منفصلين وتحدث أن على العالم وعلى جميع الدول المشاركة في المونديال أن تتعامل مع مونديال قطر رياضيا فقط، وحتى تحدث بلغة يمكن وصفها أنها لغة صعبة، ويمكن يعني أنها لأول مرة تخرج من رئيس الاتحاد الدولي أن على جميع المنتخبات أن تتحدث وتتعامل مع مونديال قطر بلغة رياضية. هذا ما كان قبل المونديال، لكن الحملات لم تتوقف عند حد التشويه فقط، هي تخطت الأمر وأصبح هناك حملات دعم الشواذ، حملات دعم يعني شرب الخمور وما إلى ذلك، خاصة أن الجميع اعتبر أن هذه دولة عربية وإسلامية لها عادات وتقاليد، فقالوا أننا نريد أن ندخل من هذا الباب. الآن قطر الصغيرة بحجمها لكن القوية بشخصيتها، القوية بمكانتها أمام العالم. نعم. فرضت شخصيتها على كل العالم وفرضت قوانينها على كل العالم، وأثبتت أنها الدولة العربية القادرة على تغيير الصورة النمطية عن العرب جميعا أمام الإعلام الغربي. المهم في هذه المعركة هو كان منذ البداية ربما نية توجيه المعارك في اتجاه الدفاع عن الشذوذ الجنسي تحت مسمى اللون الواحد، ولكن مع مرور الأيام صارت علم فلسطين طاغي في المونديال.